يعني الجاليه المغربيه اللي جات لهذا المطعم ما تاكل بيوم داكشي جديد ونقي وكل اكلات تصوب يوميا ما كاينش لا كونجيلاسيون تو سي بيو الحمد لله عملنا الجهود كثيره لاستقبال الفريق المغربي بمدينه سان بيدرو والمغاربه اللي جاوا باش يشجعوا الفريق استقبلناهم في هذا المطعم والحمد لله ما ناقصهم حتى شي حاجه وعملنا المساعدات التامه باش يدوزوا واحد لو سيجور ديالهم في امان. هذا المقهى عنده 20 سنه 20 سنه بالضبط والاكل اللي عندها واحد الاكل ممتاز مشهورهم في مدينه سان بيدرو. عندنا الاكل المغربي اللي بغيتيه كاين لي طاجين كاين الكسكس وعندنا الفاست فود هو تيتكلوا عليه بزاف لي زامبرغر لي تاكوس لي ساندويتش لي شاورما. يعني الحمد لله الخيرات موجوده والاكل مزيان الحمد لله. وشي هو اللي جعل الطابع المغاربه اللي جاوا لسان بيدرو كاملين تكبوا على هذا المطعم هذا الحمد لله رب العالمين واستقبلناهم استقبال حار ولينا الشرف الكبير اللي جاوا عندنا المغاربه الحمد لله.